السلام عليكم، نشوفوا اليوم اللوغاريتم العشاري. اللوغاريتم العشاري هي بصفة عامة كاينة. أول حاجة نشوفوا دالة اللوغاريتم العشاري، واحد دالة اللوغاريتمية ذات الأساس أ، ذات الأساس أ. هاد اللوغاريتم الرمز ديالو كيكون بحال ما هكا، لوغ أ باز أ إكس، حيث أ مالها أكبر من صفر و أ تخالف واحد، ما كتساويش صفر وما كتساوي كبر من صفر، يعني موجب أ موجب وكيخالف واحد. غنشوفو من بعد علاش كبر من صفر وعلاش كيخالف واحد. جوج شروط عند هاد الأ، ياك؟ من نبداو نعت الدالة اف دو اكس تساوي الالين ديال اكس على الالين ديال أ، تسمى عفوا أداء أليف، تسمى الدالة اللوغاريتمية ولا اللوغاريتمية ذات الأساس أ، و تكتب اف دو اكس كتساوي لوغ اباز ا ديال اكس. الالين داكشي اللي داخل منه خصو يكون موجب، والا كان هنا هاد الا كيساوي واحد غيعطيني الالين ديال واحد، يعني كيساوي زيرو، يعني ما يمكنش يكون زيرو في المقام، خاصني الا تكون كبر من زيرو والا تخالف الا تخالف واحد. صافي، هي هذه، يعني ان لوغ ديال ا، لوغ اباز ا ديال اكس هو الالان ديال اكس على ال ان ديال ا، هو هذا. ياك، غادي ندوزو نشوفو قواعد. نفس القواعد كتطبق على ال ان كتطبق على اللوك، نفس القواعد، كاع القواعد اللي كتطبق، قواعد الحساب، انا ما كنقولش لك على قواعد الحساب اللي كتطبق على ال ان كتطبق، يعني قواعد حساب. ملي كنقول كاع ما كنقولش مطلقا، حيت كاين بعض الخصائص، انا كنقول على القواعد كيطبقوا الخصائص ديال ان ان، ماشي الخصائص ديال ديال مش الخصائص ديال ال ان ماشي بالضروره تكون خصائص ديال اللوغ، ولكن القواعد ديال الحساب مثلا اللوغ ديال ا في بي كيساوي اللوغ ديال ا زائد اللوغ ديال بي. هذه اول قاعده عندي، اللوغ ديال انا اللوغ ديال ا على بي كتساوي اللوغ ديال ا ناقص اللوغ ديال بي. هنا لكان اللوغ اباز ا، هنا كيكون اباز ا اباز ا، الا كان اباز ا اباز ا اساس ا اساس ا. دابا غندوزو بعد هاد سميتو عليهم، غندوزو البعدا لوغ اباز ا ديال ا كيساوي واحد. علاش كيساوي واحد؟ يعني حيت لوغ اباز ا ديال ا كيساوي ال ان ديال ا، داكشي اللي بين القوسين، على ال ان ديال اباز ديال لاباز، هذا كيساوي واحد. دابا غندوزو للوغاريتم العشاري، هو الاساس ديالكم، اللوغاريتم العشاري هو الاساس ديالكم، واللوغاريتم العشاري هو اللوغ اباز 10 ديال اكس، وكنرمزو ليه تاني يقدر يعطيك غير اللوغ ديال اكس، هذا راه التعبير هو هذا. الا ما كانش هنا لاباز راه كنعني به اللوغ اباز 10،
واللوغ اباز 10، اللوغ نفسه هو اللوغ اباز ا، اللوغ اباز 10 ديال اكس راه كيساوي هو ال ال ان ديال اكس على ال ال ان ديال 10. من بين الخصائص ديال هاد ال ديال هاد اللوغ هو اللوغ ديال 10، اللوغ اباز 10 ديال 10 راه هو واحد، راه هو واحد ماشي زيرو، ولا اللوغ غير ديال 10 راه حتى هو واحد. الا ما كانش لاباز راه قلت لك كيقصد بها اللوغ اباز 10. صافي، هادو خصائص بسيطة. دابا غندوز للتمرين. خصائص بسيطة غير باش تستوعب. انا كان الهدف ديالي هو ندير واحد التمرين اللي تقترح عليا لواحد الدري باغي يشوفه. اول حاجة ها هو التمرين، هو اول حاجة نرمز ب لوغ لدالة اللوغاريتم العشاري، والال ان للوغاريتم النبيري. صافي، ال ان راه دالة لوغاريتمية نبيرية، واللوغ راه دالة لوغاريتمية عشارية. التمرين الأول، هذا واحد التمرين، واحد احسب اللوغ ديال 100، جوج هو اللوغ ديال 8، واحد هذا اللوغ ديال 10، اللوغ ديال 100 عفوا، اللوغ ديال 8، واللوغ ديال 0.2. مع العلم باش تحسب هذا الشيء، مع العلم أن اللوغ ديال جوج كيساوي 0.3. صافي، صحيح او لا؟ الحل، الحل اللوغ ديال 10، اللوغ ديال 100 عفوا، اللوغ ديال 100 اش كيساوي؟ هو اللوغ ديال 10 وشحال وكاري، ياك. هذه نسيت هذه القاعده ما درتهاش. عندي لوغ اباز ا ولا اباز 10 ديال 10 اس ان راه كتساوي ان، نسيتها ما درتهاش في القواعد، هذه راه غتساوي جوج. كاينه طريقه اخرى اللي هي اللوغ ديال 100 كيساوي ال ال ان ديال 100 على ال ال ان ديال 10، وهذه ال ال ان ديال ال ال ان ديال 100 راه هي جوج ال ال ان ديال 10 على ال ال ان ديال 10. مشات ال ال ان ديال 10 مع ال ال ان ديال 10، هادشي كيساوي جوج. صافي، دوز تاخدو بالورقة. غن دابا غنمشيو نحسبو اللوغ ديال 8. اللوغ ديال 8، اللوغ اباز ا راه هي اللوغاريتم، راه اللوغ ديال 8 راه قصدو به اللوغ العشاري، راه قال لك هذيك الدالة راه اللوغ العشاري، يعني الأساس ديالها هو هو 10. اشنو تتساوي؟ هذه راها كتساوي هو اللوغ ديال اش ديال 8 هي شحال؟ هي جوج في جوج في جوج، ياك. كتساوي اللوغ ديال اش جوج في جوج في جوج، هي اللوغ ديال هي جوج اس 3، اللوغ ديال جوج اس 3، اللوغ اباز 10. صافي، هذه كتساوي 3 لوغ ديال جوج. علاش؟ حيت اللوغ ديال ا اس ان، لوغ ديال ا اس ان كيساوي ان لوغ ديال ا، ان لوغ ديال ا. الا بغيتي نبينو هذه نبينوها، غادي نبينوها. عندي اللوغ ديال اباز 10 ولا اباز ا كيف ما بغات تكون، اباز 10 حيت حنا خدامين على اللوغ العشاري،
اس ان غتساوي لي هي ال ان ديال ا اس ان على ال ان ديال 10 ديال 10. ال ال ان كنعرفوها كتخرج هذه تخرج ال ان، يعني ان ال ان ديال ا على ال ان ديال 10. هذا هو اللوغ اباز ا، هو اللوغ اباز 10 ديال ا، ان لوغ اباز 10 ديال ا. صافي انا رجعت لهذه، يعني هذه راه هي هذه، عطاتني هي 3. اللوغ ديال جوج هي 3 في 0.2، حيت هما عطاوها لي 0.3. اللوغ ديال جوج راه هي 0.3، عطاوها لي في التمرين. اللوغ ديال جوج كتساوي 0.3، عطاوها لي هما، يعني هي 3 في 0.3، 3 في 0.3 تساوي 0.9. هذا غير توضيح. دابا غنمشي نحسب اللوغ، اللوغ ديال 0.2، اللوغ ديال 0.2 راه قلت لك هذا لوغاريتم عشري، يعني راه هو اللوغ اباز 10 ديال 0.2. شنو هي 0.2؟ 0.2 راه هي هاد الشيء كيساوي اللوغ اباز 10 ديال جوج على 10. 0.2 هي جوج على 10، متفقين معايا ولا لا؟ الا شديت جوج قسمتها على 10 هي 0.10، كتساوي هذه هي اللوغ اباز 10 ديال اش ديال جوج ناقص اللوغ اباز 10 ديال 10. اللوغ اباز 10 ديال 10 هي واحد، اللوغ اباز 10 ديال جوج كتساوي 0.3 ناقص واحد. هذه عطاوها لي في التمرين، هذه خصني نكون عارفها. اللوغ اباز ا ديال ا هي واحد، اللوغ اباز 10 ديال 10 هي واحد، هي ناقص 0.7 علاش؟ حيت هذه 0.3، 0.3 ناقص واحد هي 0.7. جوج حل، حل جوج هيا في نهاية جوج حل في ار المعادلات، المعادلتين الاولى اللوغ ديال اكس تساوي 3. دوزو قلب الورقة، حل في ار المعادلتين، واحد لوغ ديال اكس كيساوي 3. صافي هذا اللوغاريتم العشري متقابل مع 10، يعني 10 اس لوغ ديال اكس كتساوي 10 أس 3. مشات اللوغ مع 10 غتبقى لي إكس تساوي 10 أس 3. هذه هي الحل ديال المعادلة. المعادلة الثانية جوج قال لك لوغ دي اكس او كاري ناقص لوغ دي اكس كيساوي 0. لوغ ديال اكس تو او كاري ناقص لوغ دي اكس ايكال 0. جوج لوغ او كاري ديال اكس ناقص لوغ ديال اكس كيساوي 0. غنعمل باللوغ ديال اكس، يعني اللوغ ديال اكس عامل هنا غيبقى اللوغ اكس، هنا غيبقى ناقص واحد كتساوي 0. يعني يا اما هذا كيساوي 0 او هذا كيساوي 0، يعني يا اما اللوغ ديال اكس تساوي 1 او اللوغ ديال اكس تساوي 0. اللوغ ديال اكس كتساوي 0 يعني اكس تساوي 1 اوتوماتيكمون، هنا اكس تساوي 1. اللوغ ديال اكس تساوي اللوغ ديال اكس كتساوي 1 يعني اوتوماتيكمون اكس تساوي 10، حيث اللوغ العشري اللوغ اباز 10 ديال 10 هو 1. اللوغ اباز 10 هنا اللوغ ديال اكس كيساوي 1 اوتوماتيكمون اكس تساوي 10، حيت حنا كنهضروا على اللوغ العشري. هنا اللوغ كيساوي 0 يعني اكس تساوي 1،
صافي، بقى واحد المتراجعة واخا ما فيهاش اللوغاريتم، لكن غنصايبها. علاش؟ حيت هي جات في هذا التمرين، وهذا التمرين بالمناسبة راه ديال الامتحان جهوي ديال البكالوريات أحرار. بقى لي المتراجعة، المتراجعة هي هذه، هي الاكسبونسيال ديال اكس ناقص 4 ناقص 1 تساوي 0. حل المتراجعة في ار، حل في ار المتراجعة اش عندي؟ عندي الاكسبونسيال ديال اكس ناقص 4 زائد او ناقص 1 ناقص 1 تساوي 0. يعني الاكسبونسيال ديال اكس ناقص 4 تساوي ناقص 1 دوس على الجهة الاخرى 1. اوتوماتيكمون غندخل ال ان هنا وال ان هنا، يعني ال ان ديال الاكسبونسيال ديال اكس ناقص 4 كيساوي ال ان ديال 1. ال ان ديال 1 كلشي كيعرف هو 0، ال ان ديال الاكسبونسيال كتشيل ال ان مع الاكسبونسيال غتبقى ليا اكس ناقص 4 تساوي 0، تكافئ اكس تساوي 4. صافي. هذه ماشي متراجعة، عفوا، هذا راه واقيلا غنشوفها أكبر من زيرو، هذه معادلة، عفوا، المعادلة، عفوا، هذه راه معادلة ماشي متراجعة، هذه المعادلة ماشي ديال سميتو عليها، ماشي ديال اللوغاريتم، لكن ديال الإلين والإكسبونونسيال. كنتمنى نكونو قدمنا شوية الإضافة، وبالتوفيق.